السلام عليكم. يوميات هدر إنسانية اليمني لا تتوقف في ظل الكهنوت الذي ينفي جمهورية الشعب ويؤسس لولاية عنصرية كمتحكم غير شرعي بمؤسسات التشريع والتنفيذ. ظل اليمني يردد في الأمثال المألوفة: إذا غريمك القاضي ما انت شارع. فكيف عندما يصبح الانقلاب غريم الشعب بعد القضاء على الدولة من دار الرئاسة الجمهورية إلى القضاء كما يقول متابعون؟ ميليشيا الانقلاب التي أطلقت لجانها في مرافق الدولة ومؤسساتها السيادية لهدر كرامة تلك المؤسسات والصروح الأكاديمية كان آخرها ما حصل اليوم من اعتداء على نقابة أعضاء هيئة التدريس وإشهار السلاح الأبيض في وجه النقيب الأكاديميين الدكتور محمد الظاهري. استمرار لمسلسل هدر قيمة الإنسان اليمني وحق اعتباره وتكميم الأفواه والعبث بأبسط الحقوق الطبيعية، حق الحصول على الراتب والرفض لسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها الميليشيا. ومن هدر الحقوق والحريات تعطيل أجهزة العدالة لمصلحة الفوضى وسلطة الظل التي حولت مؤسسات الدولة إلى خاضع ذليل للمشرف المسلح. اليمني المهزوم أمام أسرته سبب انقطاع الراتب هو ذاته المهزوم في حقوقه، وهو المنكسر خارج الوطن نتيجة غياب الحد الأدنى من الدولة التي تدافع عن حقوقه. قمع الميليشيا للحقوق الطبيعية من بينها حق الغذاء وحق الكلام والحقوق الصحية تأتي ضمن يوميات هدر الحياة التي يعيشها اليمني المهدور بفعل الانقلاب. مشاهدينا الكرام، حول هدر حقوق وحريات الإنسان اليمني ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولمشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ توفيق، ومن المؤسف أن نتحدث عن هدر كرامة اليمني في زمن الانقلاب. دعنا بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود لحلقتنا. الإنسان هو القيمة الأعلى والأغلى في هذا الوجود، إلا أن اليمني المهدور حريته وحياته هو جانب من المأساة اليومية في زمن الانقلاب والحرب. تفاصيل الألم اليومي في حياة اليمنيين لا تكاد تخلو من الأوجاع. في تعز تدور معارك على جبال بعيدة، لا غرض للميليشيا في هذه الحرب إلا قتل المدنيين وتمسكها بأرض من تعز ولو كان جبالا عارية وبشرة، فيما أكبر مستشفيات تعز مهددة بالتوقف عن العمل، حيث يشتكي سكان من أرياف تعز من غياب أي جهود إنسانية وإغاثية. وفي صنعاء اعتدت ميليشيات الحوثي على أساتذة وأكاديمي الجامعة الذين حاولوا المطالبة بدفع مرتباتهم لثلاثة أشهر. جزء يسير من مشهد عبثي يحكم اليمن ويتحكم بمصير أبنائه. ينام اليمني ويستيقظ على ألا دولة وألا حياة وألا كرامة. تغيب الحقوق والحريات وتغيب معها ممكنات السلام في اليمن، وتحضر أدوات العنف ومناهج الصراع، كل هذا بسبب غياب الدولة الضامنة لحقوق الناس وحرياتهم. المواطن اليمني في الداخل والخارج هو الذي يدفع في يومياته مضاعفات غياب الدولة وسقوطها بيد تحالف الانقلاب، وهو الذي تتعرض حياته لمظالم يومية، بينما أجهزة العدل بيد ظالميه والقانون أصبح عصاة غليظة بيد السراق والناهبين. يقول مراقبون إن غياب الضامن لحقوق الناس وحرياتهم في ظل سيطرة الميليشيا، حتى وإن أصبحت دولة ستظل تحكم بعقلية الميليشيا. يتساءل المواطن اليمني كيف يمكن لعصابة أن تصبح جزءا من الدولة ولا تزال تحكم بعقلية قطاع الطرق؟ فإلى جوار الحرب تنتشر الجريمة سافرة، ويمضي القاتل بسلاحه وصرخته لقتل الناس ونهب قوتهم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. ومع غياب حق الإنسان اليمني في الحرية تغيب معه كل مقومات وممكنات الحياة والعيش الكريم. يسعى اليمنيون لاستعادة دولتهم من بين فكي الانقلاب، ومع استعادة الدولة يتم استعادة كرامتهم المهدورة. إذا مشاهدينا الكرام، حول هدر كرامة اليمني في زمن الانقلاب تكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. أرحب من جديد بضيفي هنا الأستاذ توفيق، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق. بداية لو بدأنا بالحديث معك، من هدر قيمة الإنسان اليمني كل يوم تطلعنا الأخبار بجديد مؤسف تمارسه الميليشيا لأنواع مختلفة لهدر كرامة الإنسان، يعني لنبدأ بالحديث عن هدر الحقوق والحريات في زمن الانقلاب.
في البداية دعيني أرحب بجميع مشاهدي قناة بلقيس، ونريد أن نؤكد أن قضية الكرامة الإنسانية بشكل خاص تعد هي محور العمل المدني على المستوى القانوني على المستوى العالمي. كثير من الفلاسفة، كثير من القوانين، كثير من التشريعات الدولية التي تم صياغتها سواء باتفاق عالمي أو محلي أو حتى داخلي هي من أجل الحفاظ على كرامة هذا الإنسان. الحديث عن الكرامة الإنسانية هو الحديث عن الإنسان الإيجابي الذي يمكن أن يبني، يمكن أن يعمر، يمكن أن ينطلق في هذه الحياة بدون قيود. وبالتالي استهداف هذه الكرامة الإنسانية معناه استهداف للوجود المعنوي والوجود الحقيقي للإنسان. المواطن اليمني نحن في حقيقة الأمر منذ زمن طويل، جاءت ثورة 11 فبراير، هي جاءت نستطيع أن نقول ليست من أجل حقوق اقتصادية بحتة، وإنما جاءت من أجل الشعور بأن الكرامة الإنسانية اليمنية قد تم المساس بها من قبل النظام السابق، وهذا المساس تم بمحاولة مصادرة حقها السياسي في اختيار الحاكم وحقها في إبداء رأيها الحقيقي وبصوت عالي. نعم. وبالتالي خرجت هذه الثورة اليمنية من أجل الانتصار للكرامة الإنسانية. نعم، ربما أتت تسمية جمعة الكرامة بالضبط من هذا القبيل. نعم. قامت ثورة 11 فبراير بجميع فصولها، واستطاعت الكرامة اليمنية بمعنى أصح أنها تتحمل كافة الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق لتصل إلى نوع من الفضاء الذي يمكن من خلاله إعادة بناء ووضع السياق متين وقوي لعدم مساس بهذه الكرامة. جاءت مخرجات الحوار، مخرجات الحوار بمجملها تقدم إيجابي إلى الأمام هو انتصار للكرامة الإنسانية على مستوى الحقوق السياسية، مستوى الحقوق الاقتصادية، مستوى الحقوق القانونية، بحيث أصبح محور مخرجات الحوار هو الإنسان اليمني، لا يستطيع أحد أن المساس به. ما حدث من 11 من 21 من سبتمبر 2014 هي عودة إلى الوراء ربما قرون كريمة كبيرة. هذه الرجعة استهدفت كرامة الإنسان اليمني بدرجة أولى. الحديث عن الكرامة الإنسانية، نحن في المنظمات الحقوقية بشكل عام رصدنا حالات مروعة. ما معنى أن يذهب أكثر من 10,000 مواطن يمني في غياهب السجون إلى اليوم لا تستطيع أسرهم أن تبوح بما يحدث لهم في السجون خوفا من سطوة هذه الميليشيات؟ ما معنى أن يموت الآلاف تحت سياط التعذيب وبصورة بشعة لم يشهدها اليمنيين فترة من الزمن؟ ما معنى أن ينقطع راتب الموظف اليمني لثلاثة أشهر بانتهاك صريح وواضح للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان اليمني؟ ما معنى أن يفقد الإنسان اليمني حقه في الصحة والذهاب إلى المستشفيات وأخذ العلاج الطبيعي؟ وبالتالي كل هذه الانتهاكات بمجموعها الصحفية والسياسية إلى غير ذلك عملت على سحق المواطن اليمني. اليوم نحن نتحدث عن بشر مسحوقة في حقيقة الأمر، بشر تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل من أجل أن نصل إلى مستوى معين من بناء الدولة. وبالتالي أنا أقول اليوم ما نشاهده من تصدي داخل جامعة صنعاء اليوم، ما حدث داخل جامعة صنعاء وفي غور ذلك، هي انتفاضة من أجل الكرامة، وهي في حقيقة تحتاج دعم كافة القوى الحية. اليوم المواطن اليمني، الوطن اليمني يستهدف في كرامته على كافة المستويات، لا تفرق بين رجل الجامعة، بين قائد الشرطة، بين المواطن البسيط، بين الرجل، بين المرأة، بين الأطفال إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الكرامة اليمنية استهدفت بدرجة أساسية أو بآخر مستويات الاستهداف بفقدان الدولة. الحديث عن الدولة التي تم الانقلاب عليها ب 21 سبتمبر عندما نتحدث عنها ليس انتصار لعبد الرب منصور هادي أو للفئة التي كانت تحكم برغم وجود اختلافات بين هذه الفئة، لكن عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن السياق الذي يحفظ هذه الكرامة الإنسانية. عندما يشعر المواطن بأن هنالك دولة، يشعر المواطن بأن هنالك قانون، يخلق في داخله نوع من الأمان، نوع من الطمأنينة، لا يلجأ للسلاح مطلقا. وبالتالي سنة القوانين، الدولة عندما افتقدت أو انفرط عقدها في 21 سبتمبر أدرك المواطن أو حل داخل المواطن خوف رهيب لا يمكن أن نصفه. وبالتالي أصبح لا توجد مؤسسة قضائية اللجوء إليها، أصبح الطرف الانقلابي هو الحاكم وهو المعتدي
وهو الذي يصدر الأمر. أصبحت أقسام الشرطة تحت سطوة اللجان الشعبية، أصبحت المؤسسة المالية تحت سطوة اللجان الشعبية، كل شيء أصبح مؤمم بمعنى أدق لصالح الطرف الانقلابي، وأصبح المواطن اليمني عبارة عن يعني مصدر من مصادر التكسب ليس إلا. نعم، كان اليمني في السابق يبحث عن فصل السلطات الثلاث، ولكن للأسف الآن تم اختطاف بالضبط هذه السلطات. ما هي المخاطر المترتبة على ذلك؟ غياب الدولة. عندما تدمج السلطة تغود الدولة وتتحول إلى سلطة فردية استبدادية قمعية، ربما العالم تجاوزها بمئات السنين. اليوم العالم يتحدث عن الفصل، عن تحدي أن تقييد سلطات رئيس الدولة وتقييد سلطات السلطة التنفيذية في أضيق حدود تحت سلطة القانون والمؤسسة القضائية. نحن اليوم ألغي هذا الأمر، وبالتالي نحن نتحدث عن شكل من أشكال الاستبداد السياسي والقانوني والاستبداد القوة إلى غير ذلك. وبالتالي غياب الدولة أو تحول هذه السلطات كلها بيد شخص واحد، انعدام المساءلة، انعدام المساءلة القانونية، وضعف إلى المساءلة حتى السياسية في هذا الجانب، وبالتالي أصبح المواطن رهين لهذا السلطة الذي يحتكر بيده القرار، يتصرف به كيفما يشاء، وبالتالي مخاطر كبيرة أدت إلى إلغاء أو موت الحياة السياسية من الناحية هذه، وتغيير الحياة الاقتصادية كلها لصالح هذا الفرد اللي يمتلك السلطات. نعم، وبتعطيل أستاذ توفيق، يعني أجهزة العدالة وربما السلطات الثلاث، أصبح المشرف المعين من قبل الحوثي هو يعني البديل لهذه السلطات، أليس كذلك؟ بالفعل، اليوم أصبح يعني سلطات إنفاذ القانون أصبح بمؤسسات ديكورية ليس إلا. اليوم النشطاء الحقوقيين المحامين الذين يتابعون قضايا المختطفين قسرا أو المعذبين، من أجل أن يحصلوا على أمر يجب أن يحصلوا على أمر صادر من أبو فلان أو من المشرف الفلاني، واصبحت السلطات القضائية سلطتها أضعف وأقل من هذا الجانب. كثير من القصص حتى ممن أيدوا الانقلاب في مرحلة من المراحل، اليوم أصبح بعضهم ينادي بصوت أكثر ارتفاعا وجوهرية بأن هذا الأمر أصبح غير مقبول، وبالتالي أصبحت مؤسسة القضاء يعني موقفة تماما أو مشلولة، والسلطة الحقيقية بيد المشرفين على السلطات القضائية من الجهات التي تنفذ السلطة الانقلابية. نعم، اسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم إلينا أيضا الأستاذ توفيق الشعبي، أمين عام نقابة المحامين بتعز، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أستاذ توفيق. يعني تمارس ضد الإنسان اليمني الكثير من التعسفات التي أهدرت كرامته، ربما يعاني المواطن في تعز الأمر مضاعفا. يعني لو حدثتنا عن المواطن مهدور الكرامة والمحاصر في تعز، حدثنا عن بعض التفاصيل. والله المواطن بشكل عام وبالذات في محافظة تعز صار أكثر ممتهن من أكثر من جانب. أصبح كرامة الإنسان أصبحت مهدورة، كرامة الإنسان غير مبالاة لها. النتاج ما تتعرض له هذه المدينة نتاج من قصف مستمر. اليوم قبل ساعة من الآن أسرة كاملة في منطقة تعباب قضت وفارقت الحياة جراء قصف مسلحي الحوثي وصالح على أحياء المدنية. أصبحت كرامة الإنسان مهدورة لا قيمة لها، القتل أصبح أمرا يسيرا لا يؤخذ له بال ولا يعمل حساب لهذا الإنسان من قبل هذه الجماعات المسلحة والانقلابيين. ناهيكم عن الأوضاع المأساوية الاقتصادية التي يعانيها المواطن، وكلما كانت الدولة غائبة وكلما كانت مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها غائبة، كلما تعرض الإنسان أو زادت الانتهاكات وتصاعدت وتيرتها، وهذا ما يؤدي إلى المساس بكرامة الإنسان وبالكرامة الإنسانية للمواطنين وللسكان في تعز أو في غيرها من المحافظات اليمنية. نعم، في تعز أستاذ توفيق ازداد الأمر سوءا بالحصار ومنع دخول الأدوية والعلاج، يعني هدف التضييق على المواطن وعلى أبسط حقوقه. هذه الجرائم والانتهاكات تحت أي بند يمكن أو إطار يمكن أن تندرج؟
هذه تجويع المدنيين وترويعهم وقصف الأحياء المدنية واستهدافهم بالهجمات المسلحة والحصار ومنع الأدوية واستخدام المدنيين كدروع بشرية، إضافة إلى استخدام الحصار وتجويع المدنيين وترهيبهم كوسيلة من وسائل الحرب. كل هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي يخضع مرتكبوها وفاء المحرضين عليها والمشاركين فيها لطائلة المسائل القانونية والعقاب وفقا للقوانين الوطنية أو لمنظومة القوانين والتشريعات الدولية في اتفاقية جنيف الأربع أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بجرائم المساس بالحياة أو المسائل الحقوق الاقتصادية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يناهيكم عن أن النظام الأساسي لمحكمة روما ومحكمة الجنايات الدولية صنفت كل هذه الجرائم بما فيها القتل والتعذيب والإهانة والمعاملة السيئة والتجويع والتهجير والترحيل القسري والتهجير القسري والترحيل، تدمير المساكن، تفكير البيوت، تفكير جدر العلم، باعتبارها جرائم حرب تستوجب معاقبة وملاحقة مرتكبيها. دعيني أقول بأنه للأسف منظومة القوانين والقواعد القانونية الدولية التي وضعتها هيئات الأمم وتوافقت عليها الأمم يمكن أن نقول أنها فشلت في تحقيق الحماية اللازمة للمدنيين سواء في حالة الحروب أو في حالة السلم، وبات هذا الأمر بتصاعد خطير خلال السنوات السابقة وبلغ ذروته خلال السنتين الماضيتين، باعتبار أن لابد من إثراء المنظومة التشريعية وتطويرها من أجل تحقيق الحماية اللازمة للكرامة الإنسانية وللمدنية. نعم أستاذ توفيق، يعني ماذا عن مخاطر غياب الضامن لحقوق الناس وحرياتهم في ظل سيطرة قوى الانقلاب؟ بالفعل هذا هناك مخاطر جمة ربما تصل أو تعيق أي عمل بصدد مواجهة هذه الانتهاكات أو متابعة مرتكبيها وملاحقتهم أو تقديم المساعدة لضحايا هذه الانتهاكات، سواء أولئك الذين يتم اختطافهم أو إخفائهم قسريا أو تعذيبهم أو الاعتداء على سلامة أجسادهم أو حياتهم أو ما يحصل حاليا من اعتداء على أقوات الناس ومصادر دخولهم وتضييق الخناق عليهم وفرض الحصار على هذه على المواطنين. يصبح المدافعين عن حقوق الإنسان في وضع صعب جدا في تقديم الحماية أو في استخدام وسائل الحماية. لعل غياب الدولة أو مؤسسات الدولة وتدمير مؤسساتها وخاصة مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات العدلية هو أخطر شيء يؤسس لاستمرار هذه الانتهاكات وتزايدها وتصاعدها وخطورتها، وهذا ما لاحظناه منذ أن تم الانقلاب على المؤسسات الشرعية في الجمهورية اليمنية وعلى التوافقات التي يبرمها اليمنيون. زادت حدة انتهاكات أو ارتفعت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعدت هذه الانتهاكات لترتقي إلى ليس على المستوى الفردي ولكن على المستوى الجماعي كما هو حاصل في محافظة تعز من فرض حصار شارف على السنة والنفط دون أن تحقق دون أن يتحرك المجتمع الدولي أو الهيئات الدولية أو الأمم المتحدة لتحقيق حماية لازمة للمدنيين وإنقاذهم، ولا سيما مع تردي السيء للوضع الاقتصادي وانتشار الأوبئة والأمراض واتساع رقعات الفقر والدخل وارتفاع الأسعار بسبب الحصار. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الشعبي أمين عام نقابة المحامين بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني ونحن نستمع لأستاذ توفيق الشعبي وهو يتحدث عن كثير من الممارسات التي قامت بها الميليشيا والتي ربما يعني تعرف في القوانين الإنسانية بأنها انتهاكات للحقوق الإنسانية الجسيمة التي يمكن الملاحقة بسببها. برأيك هل تم القضاء على التراكم المدني لعشرات السنين في الأعوام التي تم فيها الانقلاب من وجهة نظرك؟
دعني أقول لك بأنه نحن في اليمن أو في العالم العربي بشكل عام كان هنالك محاولات حثيثة للتحول من الحالة الاستبدادية إلى الحالة المدنية. هذا الانتقال واجه كثير من الصعوبات، كثير من التحديات، ولم تترك هنالك فرصة لإحداث تراكم حقيقي مبني على ثقافة وتعليم حقيقيين في واقع الأمر، وبالتالي كانت العملية السياسية وثقافة الحقوق باهتة عند كثير من الناس، وبالتالي كانت من السهولة كثير من الناس أنهم يتقبلوا عملية الانقلاب التي حدثت ويتماهون مع هذه مع هذا الحال. لكن كثير من الذين استطاعوا او يعني تشربوا بالثقافه الحقوقيه والثقافه المدنيه وادراك اهميتها في بناء اليمن الحديث، انا اعتقد ان الانقلاب لم يستطع ان ينال من هؤلاء. اليوم هؤلاء الذين يتحركون في الميدان، الذين يقاومون بالكلمه، الذين يقاومون بالمقاله، الذين يقاومون من خلال الرصد وفضح حاله الانتهاك القائمه، لم تستطع الحاله الانقلابيه انها تميت فيهم قذوه التراكم المدني الموجود. نحن نقول هنالك قصور في حقيقة الأمر وهنالك فراغ حقيقي. من أين ينتج هذا القصور؟ أتت من عدة نواحي. هناك قصور تتحمل السلطة الشرعية، هنا حتى داخل المناطق النفوذ التي داخل المناطق التي حررتها من ميليشيا الحوثي. هنالك أختي انتهاكات حدثت في عدن تم رصدها في عملية الترحيل، وهذا يتعلق أيضا يمس الكرامة الإنسانية. هنالك أيضا انتهاكات في حضرموت، هنالك مغيبين داخل سجون يمس الكرامة الإنسانية، وبالتالي هذا الأمر بدأ يحدث نوع من القلق ونوع من الخلخلة لدى الناس. هنالك قصور يتحمله المثقف، المثقف الذي تماهى تماما مع الانقلاب من أجل مصالحه أو من أجل ذلك أو من أجله. لكن هنالك قطاع كبير الذي ما زال قضية الكرامة تحز في نفسها، هذا إلى حد الآن ما زال يكافح. وأنا أعتقد أن الحالة اليوم، الحالة اليمنية وحالة التشرد الذي يعانيه اليمنيين، لأنه قضية المساس بالكرامة حتى انتقلت من داخل اليمن لليمنيين الذين خارج الوطن في السعودية في كثير من البلدان الذين خرجوا إليها. هذه الحالة اليوم بدأت تخلق جيل جديد، وبدأت تخلق تستطيع تقول النواة الصلبة التي ستؤسس اليمن الجديد. الانقلاب لم يستطع أن يقضي على هذه الثقافة، بل قذر أهمية هذه الثقافة بعد ما رأى الناس كانوا في ظل ثقافة سياسية وإن كانت رخوة يتحدثون بالكلمة، يتناقشون في المجلس، كل يبدي رأيه، لكن لا يمكن لأحد كان أن يرفع السلاح. كانت الثقافة المدنية نوع من الفخر الذي يفتخر به هذا الحزب وذلك الحزب المنتمي لهذا الحزب والمنتمي لهذا الحزب. اليوم ماذا حدث؟ حدث سحق رهيب لهذه الجماعة، وبدأ الناس يتذكرون. اليوم بدأ الناس يتذكرون تلك الأيام الخوالي، بغض النظر عما في اتفقنا في هذا الجانب، لكن يظل الجانب المدني اليوم هو الجانب الذي سينقل اليمنيين وسينقل انتصر في النهاية. نعم، ولكن للأسف أستاذ توفيق هناك جزء من هذا الجانب المدني أو منظمات المجتمع المدني تواطأت مع الانقلاب بصراحة وبدأت تعمل لتلميعه ولإظهار مظلوميته أمام العالم. هي القضية قضية صراع. اليوم نحن نعيش قضية صراع حقيقي، صراع بين مشروعين. اليوم أن يوجد مثقف أو توجد منظمة أو يوجد ناشط ينضم للطرف الذي ينتهك هذا الحقوق، هذا أمر ليس في جديد. حتى على مستوى الثقافة العالمية، هتلر عندما دخل إلى فرنسا كان هنالك مجموعة من المثقفين الفرنسيين الذين تماهوا مع هتلر تماما وبدأوا يمهدوا يعني يبررون وجود هتلر داخل فرنسا. أيضا في كثير من الدول هذا أمر موجود في كل مكان، ستجدين حتى على مستوى التاريخ الشاعر الذي يطنب الظالم وإلى آخره، هذا جزء موجود في النسيج. لا يمكن يكون الصراع إلا بهذا الشكل، صراع بين مشروعين، وبالتالي ولكل مشروع أنصاره. وبالنهاية يجب ألا نذهب بعيدا، الشعب بالنهاية يستطيع أن يحكم. الشعب في الميدان الذي يعاني، الذي يدرك، قادر يميز الغث من السمين. وبالتالي نحن في عداد اليوم صراع قائم، سينضم إليه المثقفون، سينضم إليه التجار، سينضم إليه النشطاء، وبالتالي هذا أمر ليس بغريب. وبالتالي نعتقد أنه اليوم صراع قائم، تم عملية فرز رهيبة، وبالتالي هذا المشروع سينتصر في النهاية، كما كان في قضية الثورة اليمنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر وجد هذا الأمر، وبالنهاية سينتصر هذا المشروع. نعم.
إذن أستاذ توفيق اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، هناك أيضا يعني قمع للحريات العامة، بداية يعني بالأشراس التي أظهرتها الميليشيا، وأيضا زج كل من يخالفها في السجون أو قتله أو تغييبه، كل هذه جعلت هناك خوف بين أوساط الناس من أن يظهر معاناته أو يخرج. في الآونة الأخيرة ربما سمعنا أصوات كثيرة، ربما أبرزها أمهات المختطفين اللاتي يعني خرجن بقوة ووضوح، وهناك أيضا ما حدث اليوم، ولكن كل ذلك كان يواجه بقمع شديد بالسلاح بالضرب بالتنكيل. تحت أي إطار يمكن أن يندرج هذا الأمر إذا ما تعلق بأصناف الانتهاكات؟ طبعا الانتهاكات أعتقد أن الانتهاكات في اليمن خاصة من بعد من أيام ثورة 11 في سبتمبر وما بعدها، وخاصة من بعد 21 من سبتمبر 2014، أعتقد أن هنالك حالة مفصلية في قضية حقوق الإنسان. التقارير رصدت، أنا أعتقد أن الانتهاكات ربما شملت الحياة اليمنية بأكملها، سواء الحق في الحياة، الحق في الحرية، الحق الاجتماعي، الحق الاقتصادي، كافة الحقوق تم انتهاكها، الحق الصحفي، كل الانتهاك. وهذه الانتهاكات طبعا مجرمة سواء على مستوى القانون الدولي أو على مستوى القانون المحلي الذي هو القانون اليمني. لكن نحن أمام سلطان، هذه السلطة للأسف الشديد لا تعبأ لا بقوانين داخلية ولا تعبأ بالقوانين الدولية، وبالتالي هي تتحرك وفق ما يملي عليها وفق ما يملي عليها مشروعها. ولذلك نحن عندما نرصد الجميع من الانتهاكات، نحن نقول بكل وضوح هنالك انتهاكات ترتكب أحيانا من قبل السلطة الشرعية أو مخالفة ترتكبها المقاومة، نحن بكل وضوح نصدر تقارير وننبه الأمر أن هنالك انتهاكات يجب أن تصان. لكن الفارق في النسبة، نحن الآن نتحدث عن فارق في النسبة، بلغت نسبة كبيرة جدا من قبل سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع، شملت ربما الجمهورية اليمنية بأكملها. الغريب في هذا الأمر أن هذه الانتهاكات مركبة ومعقدة وتجاوزت آثارها إلى داخل الأسر. اليوم قضايا التعذيب، بعض الناس لا يستطيع أن يتحدث عن ولده المعذب لأنه ما زال جثته مخفية أو ما زالت مختطفة، لم تسلم الجثة إلا بمبلغ وقدره كذا كذا. هنالك كثير من المعتقلين الذين تم زيارتهم لا يستطيعون الحديث، إما هنالك تعهدات مكتوبة من قبلهم ألا يبوحوا أو يتكلموا بأحد، أو أن هنالك خوف شديد مما قد يلاقي لأبنائهم. وبالتالي هذه الانتهاكات هي محرمة وفقا للقانون الدولي واتفاقية روما واتفاقية جنيف الأربع والشرعة الدولية وكلها، وهي أنا أعتقد أنها موثقة بالأدلة سواء كانت المكتوبة أو المرئية أو المسموعة إلى غير ذلك. كيف تفسر هذا الانحدار أستاذ توفيق الذي يعني ربما لم يعيشه اليمنيون على الأقل في التاريخ اليمني الحديث؟ أنا أعتقد أن القصة هي متعلقة بعملية انتقامية، قضية انتقامية لها تراكمات سياسية ولها تراكمات تاريخية. وبالتالي اليوم عندما يجتمع الجانب التاريخي بالجانب السياسي تصبح القضية مؤلمة. اليوم الحالة العربية والإسلامية تعيش على فواهة بركون، هناك استخدمت أوراق بشعة باسم الحق الإلهي باسم الدين باسم نلاحظه في العراق. هل تعني تاريخ الإمامة أم التاريخ الأبعد؟ تاريخ الإمامة القريب وتاريخ الإمامة البعيد، نحن لدينا شواهد على مستوى التاريخ شواهد مرة. أنا أعتقد اليوم أصبح هنالك ما نستطيع أن نسمي القتل الحلال بعرف هؤلاء الناس، أصبح هنالك ما يسمى الانتهاك المقرب إلى الجنة. اليوم هنالك مصطلح للأسف كل فئة هي يعني تستطيع أن تبرر لنفسها القتل بهذا الشكل. ولكن أستاذ توفيق يعني الغريب يعني أنت تتحدث عن نسبة أعلى للانتهاكات وجرائم مركبة كما تفضلت، ولكن صمت عجيب للمجتمع الدولي، وربما يصيح في انتهاكات الطرف الآخر والانتهاكات مرفوضة على كل حال، ولكن على قلتها وعلى اختلاف أساليبها يسكت عن ذلك الطرف. كيف تفسر ذلك؟ للأسف الشديد هذه قضية نعانيها من المجتمع المدني. ازدواج المعايير في المجتمع الدولي أصبحت سمة
في هذا المجتمع. المجتمع الدولي يتحرك وفق ما تملي عليه مصالحه الاقتصادية ومصالحه السياسية. ستجدون أن هنالك خطاب مثلا يتبنى وزير الخارجية الأمريكي على سبيل المثال في قضية الأسد وكأن الأمر لا يعني. عندما يأتي الأمر إلى اليمن ستجد يتحدث عن تفاصيل ومتفقية قرار ومخالفات إلى غير ذلك. نحن نوثق نحفظ حقوق الناس على المستوى الأقل القريب والمستوى البعيد، لكن لا ننتظر من المجتمع الدولي أنه يرفع الظلم والحيف الواقع المجتمع اليمني. أنا أعتقد اليوم أن الموقف أو المشهد السوري شاهد يعني نموذج حي ومؤلم على ما يعانيه المجتمع الدولي، بل حولت اليوم سوريا للأسف الشديد إلى منطقة صراع عالمية تستخدم فيها كافة الأسلحة كما نشاهد الآن في حلب ونشاهد لغير ذلك. المجتمع الدولي اليوم يعمل على إنشاء جماعات وظيفية للأسف الشديد، هذه الجماعات تعمل على خلخلة المنطقة من أجل إعادة ترتيبها وفق سياسة معينة، لكن هنالك بعض المنصفين في المجتمع، بعض المنظمات، بعض المنصفين، هؤلاء يقولون الحقيقة، لكن بالنهاية القرار الأممي بالذات القرار الحقوقي داخل مجلس الأمن ولغير ذلك يخضع لاعتبارات سياسية. اليوم الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى غير ذلك، هم ليسوا جمعية خيرية، يجب أن نقولها بكل وضوح، هم ليسوا جمعية خيرية، هم يخضعوا للممولين سواء كانت الدول الكبرى أو الدول التي تمتلك المال، وبالتالي القرارات السياسية التي تصدر من هذه المؤسسات هي تخضع لمصالح الدول الكبرى. الموجود صاحب الأرض الأقوى على الأرض تتعامل مع الدول على هذا الأمر، لكن مهمة النشطاء الحقوقيين إلى غير ذلك أن يتحركوا داخل الهامش المتاح سواء الهامش القضايا أو الهامش الإعلامي إلى غير ذلك. نعم، إذن اسمح لنا أيضا أستاذ توفيق أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات، الجزيرة العربية للدراسات، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ نجيب. يا مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أستاذ نجيب، ونحن نتحدث عن اليمني المهدور كرامته في زمن الانقلاب. لو تحدثنا عن تأثير ذلك الهدر أستاذ نجيب على اليمنيين في الحاضر والمستقبل. أولا نحن اليوم نواجه ربما أكبر خطر وأعظم التهديدات فيما يخص ليس فقط أمننا ولا دولتنا، بل هناك تهديد مباشر للهوية اليمنية وللدولة اليمنية وللمجتمع اليمني. هناك تهديد شامل وخطر يعني ربما من أعظم المخاطر التي واجهتنا عبر التاريخ، ويمثل هذا الخطر اليوم يتجسد بمعناها الأعلى في هذا الانبعاث الأيديولوجي لفكرة يعني الولاية الدينية التي أسستها الهادوية، ولكنها اليوم تظهر بشكل خطير بعد أن اندمجت بالخمينية وأصبحت وكأنها أداة هدم وتدمير لوجودنا. ويشكل الانقلاب وسيطرة الحوثية على مؤسسات الدولة وامتلاكها لميليشيات قهرية عنيفة يعني يمثل خطر كبير على كل يمني بلا استثناء. اليوم لم يعد هذا الخطر فقط هو تهديد لفكرة الدولة، هو تهديد لفكرة الوجود اليمني نفسه، وهذا التهديد لا يمس طرف دون غيره، هو يمس كل اليمنيين بلا استثناء، حتى المتحالفين مع الانقلاب اليوم هم لا يدركوا هذا الخطر. لكن مسألة الوعي بهذا الخطر يبدو لي أنها بدأت تنمو نوعا ما لدى الأطراف المتحالفة مع الانقلاب، أما الأطراف الشرعية رؤيتها واضحة فيما يخص هذا الخطر. وبالتالي احنا اليوم يعني صراعنا لابد أن ينتقل باتجاه ليس فقط استعادة الدولة، بل باتجاه ثورة شاملة تنهي هذا الهدر لهويتنا، لدولتنا، لمستقبلنا. نعم أستاذ نجيب، يعني أتحدثت في كتابات لك عن المشروع الكهنوتي الذي يريد مصادرة الجمهورية أو جمهورية الشعب ودولته، حدثنا عن ذلك بشكل أوسع إن تكرمت. أولا الحركة الحوثية كما ذكر ضيفكم الكريم هي أصبحت أداة وظيفية، لكن ليست أداة وظيفية لا لإيران ولا للمنظومة الدولية فحسب، بل هي أداة وظيفية للمشروع الكهنوتي نفسه. المشروع الكهنوتي
يريد أن يلغي الهوية اليمنية، يريد أن يجعل من اليمن حالة من الشتات والفرقة والنزاعات الدائمة. لذلك الحوثية تشكل يعني في تركيبتها، يعني تركيبتها الفكرية وتركيبتها الميليشياوية عبارة عن أداة هدم وتدمير لفكرة الجمهورية اليمنية، لأن الجمهورية اليمنية جمهورية الشعب، أفكارها وأهدافها ومشروعها هو انبعاث حقيقي لفكرة الهوية اليمنية. اليوم في عملية هدم لهذه الجمهورية من خلال المشروع الكهنوتي ودعوة لفكرة الولاية الاصطفائية وتشكيل بنية ميليشياوية قهرية ومنظومة إعلامية محترفة لتغيير الذهنية، وأيضا سيطرة على الموارد وسيطرة على المؤسسات، بمعنى أنه اليوم نواجه يعني عبارة عن سرطان قاتل يدمرنا. إذا لم ننتبه لهذا السرطان ونعيد توحيد الصف الجمهوري بكافة أطرافه، كل من كان جمهوريا ويؤمن بسبتمبر وأكتوبر عليهم اليوم أن يلملموا صفوفهم لإدارة معركة التحرير. إحنا نعيش اليوم معركة استقلال حقيقية، هي استقلال في وجه مشروع الاستعمار الداخلي اللي تشكل الحوثية رأس حربته، وهي مرتبطة بمشروع استعمار إيراني أخبث، ومشروع وأيضا مرتبطة بتحالفات دولية لديها أهداف خبيثة تجعل من اليمن أداة وظيفية لاستنزاف العرب. نعم، هل نستطيع القول أستاذ نجيب أن يعني مصادرة الدولة والمشروع الجمهوري كان مدخلا لمصادرة كرامة الإنسان اليمني الذي أهدرت في زمن الانقلاب؟ نعم، اليوم كرامة اليمني مصادرة، بل لا يوجد اليوم، يعني شوف، لا يوجد اليوم يمني يعني لديه كرامة لا يشعر بالإهانة التي تمارس عن قصد وبشكل ممنهج من خلال يعني السيطرة على كل شيء داخل البلاد، يعني داخل يعني من خلال هذه الميليشيات القهرية، يعني شوف إلى درجة يعني لم يهان اليمني عبر تاريخه حتى في عهد دولة الأمة، لم يهان كما يهان اليوم من خلال هذه الانقلاب ومن خلال مشروع الحركة الحوثية. هي عبارة عن أيديولوجية هشة ضعيفة لا وظيفة لها إلا خلق الأحداد والكراهية والقتل، ويعني ما لا يوجد لديها مشروع، يعني حتى مشروع بناء دولة لا يوجد لديها مشروع بناء دولة حتى بالشكل اللي كان مجسد تاريخيا من خلال الدولة الهادوية. هي أخطر وأخبث من ذلك بكثير، عبارة عن منظومة أشبه بمافيا تحاول يعني لابسة أقنعة كثيرة، جزء من هذه الأقنعة هي فكرة الولاية الاصطفائية التي ترى أن اليمني ليس إلا حقير وذليل ولا وظيفة له إلا طاعة السيد. هذا السيد تتجسد فيه معاني كثيرة، المعاني الأساسية اللي تتجسد فيه هي إهانة كرامة اليمني أولا وأخيرا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني تحدث الأستاذ نجيب عن كثير من النقاط التي يعني أبرزها أن هناك إرادة لمصادرة جمهورية الشعب ودولته، وكانت ربما فعلا مصادرة كرامة اليمني هي الوجه الأبرز لكل ما حدث. هناك أيضا أستاذ توفيق يعني استهداف للحقوق الطبيعية للمواطن اليمني، حق الراتب وحق المطالبة به أو الاحتجاج أو الإضراب، وهذه حقوق سلمية ومدنية يعني من حق أي فرد أن يمارسها. ماذا عن هذه النقطة؟ أستاذتي الكريمة، نحن كما قلنا من بعد الانقلاب وتم الاعتداء على أهم الحقوق التي للمواطن اليمني، اللي هو حقه في وجود دولة، تم الاعتداء على هذه الدولة وتقويضها، ثم الحقوق الطبيعية تم الاعتداء عليها مباشرة، الحق في الحياة. اليوم يتم القتل خارج القانون وبصورة عادية، يعني كثير من الانتهاكات تم رصدها في الحديدة، في البيضة، القتل بطريقة الدروع البشرية، أيضا حق الإنسان في الحرية، الأمور يعني هذه الانتهاكات واضحة ومبينة، أيضا الحق
حق الإنسان في الراتب والمعيشة، وهذه كما بينا هي متعلقة بالحقوق الاقتصادية، وهي حق مركب أو انتهاك مركب، لأنه يمس قضية الأسرة ويجعل الإنسان مسحوق وذليل، سواء هو أو أسرته أو أبنائه لا يستطيع التوفير لهم احتياجاتهم، تتعدى الحقوق الاقتصادية. في حقيقة الأمر اليوم الحالة اليمنية تعيش حالة انتهاك متكامل، لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن حرية صحافة في اليمن، عن انتهاكات، بل نقول لا وجود لحرية صحافة حقيقية في اليمن، والكل يعلم الأرقام يعني بوجود الصحافة موجودة حقيقة. اليوم أصبح القتل بمجرد يعني المزاج الشخصي للمسؤول في منطقة معينة أن يقتل فلان ويبقى على قيد الحياة، وبالتالي اليوم كثير من الأسر تحاول أن تبحث أين أهلها، هل هم مختطفين ولا غير مختطفين، حتى هذا الحق ممنوع عليهم أن يحصلوا عليه. وبالتالي اليوم الحقوق الطبيعية والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والحقوق الثقافية وحقوق الطفل كما نشاهد في قضايا تقريبا كافة الحقوق تم هدرها بصورة كبيرة، وإحنا ما زلنا نؤكد نقول أن في أطراف أخرى تنتهك بجانب الحوثي، لكن قضية الانتهاكات الحوثية تمس كرامة الإنسان بالدرجة الأساسية، كما بيّن قضية هوية الإنسان، بل وتعدد ذلك إلى قضية الاعتداء على حقه في المعتقد، حقه في التعليم، حقه في حتى في الرموز وفي كل هذه الأمور تم تغييرها وفق منظومة متكاملة مهدفة نحو مشروع واضح مذهبيته وطائفيته إلى غير ذلك. نعم. إذن أستاذ توفيق، يعني ما الذي يجب على اليمنيين عمله لاستعادة ذاتهم ودولتهم أيضا التي تعرضت للاختطاف والهدر؟ ما عملته شعوب العالم، كل شعوب العالم ناضلت وضحت، هذا حق طبيعي مكفول في مواثيق الأمم المتحدة، مكفول حقوق الطالة في التشريعات السماوية بكافة اختلافتها ومذاهبها مكفولة، وعلى اليمنيين أن يستمروا في نضالهم. غاندي تستمر في نضاله حتى واجه بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها شب بصدر عاري. نيلسون مانديلا اختطف داخل السجن ما يقارب 25 سنة، لكن بالنهاية تحررت جنوب أفريقيا ووصلت إلى هذا الأمر. حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ناضلوا وما زالوا اليوم يفتخرون بلحظة الانتصار بعد نضال طويل على بريطانيا، ونحن اليمنيين هذا قدرنا، أن يستمرون في النضال، أن يستمرون في التضحيات، أن يستمرون في المقاومة، في النهاية سينتصرون. لا شيء، يجب أن يكون مشروعهم من خلال مخرجة الحوار، لدينا مشروع واضح، لدينا شرعية يجب أن ترتقي إلى مستوى تحديات وطموحات هذا الشعب، ولدينا شعب مستمر في نضاله وكتب قدره بيده. اليوم لا أحد يقرر قضاء، لا أحد يمكن أن يقرر الحال الموجود في اليمن إلا هذا الشعب، وهذا النضال سيستمر سواء نضالا سلميا أو نضالا عسكريا أو نضالا سياسيا، لأن هذا قدر الشعوب وقدر المجتمعات الحية، إلى أن يتحقق لهم الانتصار بوجود يمن متعايش يستوعب الجميع بدولة مدنية بعيدة عن الكهنوت، بعيدة عن الاستغلال الديني والسياسي إلى غير ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام، كنت معنا في المساء اليمني لهذه الليلة. كما أشكر ضيوفي عبر الهاتف الأستاذ توفيق الشعبي أمين عام نقابة المحامين المتعايز، وكذلك أستاذ نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.